رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ہمارے فیس بک پیج مبارک دین کو فالو کریں من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئك هم المفلحون ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من شيء فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الله أكبر.